في كذا لجنه، الكابتن محمود الخطيب، موزع اختصاصات الاستاذ طارق كذا، مين كذا، يعني كل حد في لجنه عشان الموضوع يبقى فيه توزيع اختصاصات زي ما حضرتك قلت. تمام. لكن في الاول وفي الاخر ما بيبقاش اللجنه مقفوله على صاحب الاختصاص فيها، مش كده؟ يعني لو حضرتك عايز تستعين بحد من لجنه تانية، عايز تاخد راي حد تاني، في الاخر او في المجمل حاجه واحده بالظبط. بص يا فندم، برضو عشان يبقى واضح للمشاهدين ومحبي النادي الاهلي، اللي هي الطريقه اللي ماشي فيها مجلس اداره النادي. تمام. يعني انا برضو ادعي ان انا ما لقيتش غربه وانا شغال في النادي الاهلي، اللي انا بقى لي حوالي 33 سنه في مؤسسه محترفه الحمد لله بيرشد لها يعني. تمام. فهو نفس السيستم اداري اللي موجود في المؤسسات المحترفه جوه النادي الاهلي. تمام. اللي هو العمل الجماعي. احنا كمجلس اداره ما فيش يعني ما فيش حاجه اسمها في ملف مسؤول عنه طارق مثلا. لكن هذا الملف طارق ممكن يستعين بغير من زملائه ويساعده فيه. بالظبط. والحمد لله الروح اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي يعني غير طبيعيه، موجوده في مجلس اداره، كم تعاون غير طبيعي. خبرات بتتنقل من مجموعه ليهم خبرات جوه المجلس في النادي، بتتنقل لزملائهم جوه المجلس. في نفس الوقت يعني السنه اللي فاتت كان في كل، على فكره، اعضاء مجلس الاداره الحمد لله كل واحد في ملف ليه بيعمل باقصى ما يكون. اكيد. وفي نفس الوقت الروح اللي موجوده جميله جدا في حته ان كله عايز يشتغل للنادي الاهلي. السنه اللي فاتت استاذ محمد الجاري واستاذ محمد ضماطي الاثنين نظموا البطولات بتاعه حضرتك، البطولات الافريقيه الخاصه بالالعاب الجماعيه، اليد والطايره وعلى اعلى ما يكون. الدكتور مهند مجدي واستاذ محمد سراج مكلفين بالبطولات الطايره السنه دي الافريقيه، والاستاذ جوهر كره السله على اعلى ما يكون. ملهاش علاقه بقى في التعاون ما بيننا، مجرد ما كلفوا مثلا الدكتور مهند والاستاذ محمد والدكتور محمد سراج مثلا يكلموا طارق تكليف معين، وده بيحصل على طول، بقى اكلف وبشتغل لان النادي الاهلي كده يعني. او ميزه العمل الجماعي مش حتى بس ان هو كاسيس النادي، هو ده العمل الجماعي، ان انت بتكلف بملف زي حاجة في الانشطه الخدميه، زي الانشطه الاجتماعيه، زي الانشطه الرياضيه. عندك ملف الكوره طبعا، المجلس من اول لحظه وهو مفوض كابتن محمود الخطيب بملف كره الكوره. اكيد يعني اكيد. فالحمد لله قادر على ادارته بكل الشفافيه، وعادي جدا خلال السنه الماضيه احنا كجمهور النادي الاهلي كلنا على فكره ان بيحصل، بنبقى مدركين ان اوقات بيحصل ان الفرقه اعاده تجديد واحلال وبقى كلنا ثقه في الملف دوت. في نفس الوقت اما بيحصل اي حاجات فيها متعلقه بنتائج او غيره، ده لا ينفي ولا يلغي المسؤوليه التضامنيه لمجلس الاداره كله. اكيد. لان احنا برضو في الحاجات اللي هو يعني في ملفات معينه هقول لحضرتك حاجه. جميل قوي، جميل قوي. الرعايه وقت الرعايه والبس والعود. بس انا عايز اقف عند النقطه حضرتك اتكلمت فيها، اللي هي التفويض لا يعني ان اخلاء المسؤوليه على المفوض نفسه. التفويض لا 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 ان انا متضامن تضامنا كامل معاه، ده حقيقي مهما يكون مين. طبعا يعني استاذ طارق قنديل، الدكتور رانا علواني، استاذ جرحي، استاذ ضماطي، مهما كان بيتبقى في النهايه مسؤوليه تضامنيه للمجلس كله. انا مسؤول عن اي تصرف من الزملاء يعني. فكلنا في اي حاجه من المتعلقه بالاعمال جوه النادي الاهلي وما يكلف به هي مسؤوليتنا كلنا. جميل قوي. ده ما بيلغيش ده، لان الدليل على كده ان في حاجات بيبقى مجهود معروف متميز لحد يعني. ادام تناولنا الكوره يعني بتذكر حته كابتن محمود خطيب في ملف الرعايه والبس، وكلنا عارفين ان هو مجهود ذاتي ويعني اشتغل بخبراته فيه وكلامنا. في النهايه احنا بنتصدر كلنا المشهد كمجلس اداره. اكيد. يعني هو نفس الكابتن بيروح قايل مجلس الاداره. فبالتبعيه التفويض لا يلغي المسؤوليه التضامنيه لينا كلنا. وفي جمله دايما برضو للكابتن اللي هو حته الجمهور نفسه اما بيكون النتائج فيها مشكله، يعني ده بيقول له الحق ان هو يغضب، لان هو الجمهور هو اللي بيشيل النادي وبيشيلنا كلنا على الاعناق اما بتتحقق. جميل جميل. فالحمد لله يعني كلنا مدركين قيمه ومعنى ومضمون اسم النادي الاهلي. جميل قوي. والعمل الجماعي اللي احنا مكلفين بيه ان شاء الله دايما هيدي نتائج كويسه. مش هيبقى فيها، لان في النهايه كله بيتسابق في خدمه النادي الاهلي وبعمليه منظمه. يعني بيتم الاستعانه بكل، زي ما بقول لحضرتك، الروح الموجوده بيننا وبين بعض كزملاء في المجلس. سواء المجموعه القديمه والمجموعه الجديده، الشباب الصغير
كله الحمد لله على أعلى ما يكون في أسلوب التعاون والتعامل، وفي نفس الوقت هو سيستم النادي الأهلي. نحن دورنا جوه مجلس الإدارة بنخرج من مجلس، كل واحد شغال في الملف بتاعه ما يتعلق ناحية خدمية ناحية اجتماعية ناحية رياضية جوه النادي، ولكن في كيانه وكينونته لا، عضو عامل في النادي الأهلي، ملوش امتيازات اللي هي بتخليه ليه أي وضع مختلف هو يعني عن غيره، يعني هو ده النادي الأهلي. جميل. أستاذ محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الأهلي أو كابتن محمد مرجان، كنت اتكلمت معاه كان في مداخلة